اختتمت اليوم بطنطان الدورة 18 من تمرين الأسد الإفريقي 2022 التي تنظمها القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الأمريكي، وهي دورة عرفت مشاركة ممثلين عن 18 دولة شريكة إلى جانب مراقبين عسكريين من حوالي 30 دولة من إفريقيا والعالم. وجرت هذه المناورات على مستوى مناطق أكادير، بنغرير، القنيطرة، المحبس تارودانت وطنطان. وللمزيد عن الأجواء اختتام تدريب الدورة 18 من تمرين الأسد الإفريقي 2022 نتابع مراسلة موفد قناة ميدي أن تي في عبد المولى بوخريس إلى طنطان. هنا بمصب واد درعا جرى المشهد الختامي لمناورات الأسد الأفريقي في دورتها 18. المناورات جرت تحت أنظار وفد رفيع المستوى يتقدم الجنرال دكتور دارمي الفاروق بالخير المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وأيضا حضور الجنرال 7000 قائد قيادة الأفريكوم. المناورات انطلقت بمناورات جوية عبر طائرة F-16 المغربية، وكذلك بمشاركة من وحيات الأباتشي الأمريكية، لتليها بعد ذلك مناورات أرضية شاركت فيها قطع من المدفعية الملكية وأيضا عبر دبابات الأبرامز، ثم تختتم ذلك الفعاليات بمناورات من المشاة المغاربة وكذلك الأمريكيين، ثم قذائف كذلك عبر قذيفات الهيمرز الأمريكية التي شاركت في هذا المشهد. الحضور بعد هذه المناورات عبر عن غاية سعادته بهذه المناورات وبكونها الأنجح في تاريخ التعاون المغربي الأمريكي، وكذلك بأن الأهداف التي كانت مسطرة سابقا قد تم إنجازها وتحقيقها، وأنه تم الوصول إلى الغايات المبتغات، وكذلك العزم على مواصلة هذا التعاون العسكري المغربي الأمريكي، وأيضا بحضور الشركاء إن على مستوى المجال أرض المجال في المناورات التي عرفتها مجموعة من المناطق أو كذلك كمراقبين دوليين. من مصب كاب والدرعا عبد مولى بوخريس، فيصل بروش لقناة ميديان تي في.